مرحبا حبيبي، كيفكن اليوم؟ بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير بيض بالافوكا والجبنة، كتير كتير طيبة للفطور للترويقة وكتير رائعة. وسهلة بالتحضير بهيدا الشكل، مغذية بنفس الوقت. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. أول شي بدنا نقص الأفوكادو حطينا بيضتين ورشة ملح خفيفة، منحركن منيح. هلأ صاروا جاهزين للقلي. منحط زبدة، حطينا حوالي ملعقة صغيرة زبدة. بس حمية الزبدة منيح، هلأ منحط البيض. بسم الله. بقلب البيض على تاني جهة. ضيف الأفوكا كمان، ضيف جبنة. بغطي المقلاية لتدوب عنا الجبنة. عنا الغاز على درجة حرارة 6، حطيته على الواحد عشان تدوب عنا الجبنة. هيدي بعد ما دابت الجبنة منطفي الغاز. برش رشة فلفل أسود. بتمنى الطريقة تكون نالت إعجابكم، وتعملوا لايك وشير للفيديو. المشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي حبايبي.